علينا أن نأكد وظيفة المرارة الأساسية لدى الإنسان الطبيعي اللي ما يعانيش من أي مشكلة صحية هو تخزين العصارة المرارية، يعني هي عبارة عن حافظة تتجمع فيها المذيبات الخاصة بالدهون، يعني في حال تناول الشخص أي نوع من أنواع الدهون تقوم المرارة بإفراز العصارة الهاضمة لهضم الدهون، وهذه تعتبر الوظيفة الأساسية للمرارة. لكن الوظيفة قد تتعرض لمشكلة عندما تتعرض المرارة لحصى كما ذكرنا أو التهابات أو أي مشاكل صحية. في هذه الحالة شن هي النصائح اللي يمكن تقديمها للمصابين بمشاكل المرارة؟ وهل يحتاج المصابين لأي نظام غذائي خاص؟ الإجابة في هذا التقرير. تعتبر النساء الأكثر تعرضاً لحصى المرارة بسبب هرمون الاستروجين الأنثوي الذي تزودهن به أيضاً حبوب منع الحمل والعلاج الهرموني التعويضي بعد سن اليأس، كما تعتبر السمنة في حد ذاتها عاملاً رئيسياً ومستقلاً في تكوين حصوات المرارة. يرى البعض أن مريض المرارة الذي يشكو من وجود التهاب حاد يجب أن لا يصوم، حيث أن هذا الالتهاب يسبب ارتفاعاً في درجات الحرارة إضافة إلى التقلصات والألام، وقد يصاحب ذلك حدوث الغثيان والرغبة في القيء، فضلاً عن حاجته إلى العلاجات والأدوية على فترات متقاربة أثناء النهار. بينما الشخص المصاب بالتهاب المرارة المزمن فإنه يسمح له بالصيام بشرط عدم وجود تقلصات نتيجة حدوث النوبات المرارية أو مغص مراري، والمريض في هذه الحالة يحتاج إلى كميات قليلة من الغذاء بينما تكون الأدوية على فترات متقاربة. ينصح مرضى المرارة بأن يكون طعامهم خاليا من الدهون، حيث أنها قد تسبب انقباضا قوي للمرارة، والانقباضات القوية والمفاجئة للمرارة قد تسبب تحريك الحويصلات بداخلها، وهذا ما يؤدي إلى حدوث المغص المراري الحاد، كما قد تؤثر الانقباضات القوية والمفاجئة على إفرازات عصارة صفراء، وهذا قد يسبب عسر الهضم أو انتفاخ البطن. لذا يجب على مريض المرارة أن يبتعد عن تناول البيض والمكسرات والمقليات، كما يجب عليه الابتعاد عن تناول الأطعمة التي يدخل فيها الكبد والكلى واللحم الدسم. وينصح المختصون مريض المرارة بتناول اللحم الأحمر أو الدجاج المسلوق كونه أقل ضرراً عليهم، كما ينصح بأن يكثر من تناول العسل والمربى والسكر والكيك الخفيف والبسكويت، ويجب عليه أن يتناول المشروبات والسوائل بكميات كبيرة. ينصح المختصون مرضى المرارة بتناول الخضروات الطازجة كالسلطات الخضراء، البصل، الفجل، الثوم، الكرنب والقرنبيط، حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما يفضل الإكثار من الفاكهة الطبيعية بكل أنواعها لغير مرضى السكر. أيضا تعتبر البقول والحبوب وشرب المياه والخبز من الأغذية المفيدة جدا لمرضى المرارة، لكن في الوقت نفسه لابد لهم من الابتعاد عن التدخين بكل أنواعه، السجائر، سيجار، البيت والشيشة، والابتعاد عن الحلويات والوجبات الجاهزة والقشطة وصفار البيض والسمن البلدي والزبدة والزيوت المهدرجة والمقليات قدر الإمكان. إجمالاً مشاهدينا، ينصح الأطباء الأشخاص اللي بيصيموا من مرضى المرارة بالإكثار من تناول الجرجير، حيث أنه يسهل من عملية الهضم وإدرار العصارة الصفراء. بالإضافة إلى جميع النصائح اللي ذكرناها قبل شوية، فإنه يجب على مريض التهاب المرارة أنه ما يهملش أدويته في شهر رمضان، ويجب عليه زيارة الطبيب قبل بدء شهر رمضان وإعلامه بنيته في صوم الشهر الفضيل، باش يقدر الطبيب أنه يضبط جرعات الأدوية وأوقاتها بما يتوافق مع أوقات الصيام. ما العلاقة بين الصيام وحصوات المرارة؟ يخضع حوالي 600 ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية لاستئصال المرارة، كما أظهر مسح إيطالي لعمليات استئصال المرارة أن حوالي 100 ألف شخص يخضعوا لعملية استئصال المرارة سنوياً في إيطاليا، مع معدل مضاعفات بين 1 إلى 12%، واللي وصفها الباحثون بأنها مرتفعة. في دراسة أجريت في مستشفى في الولايات المتحدة عام 2012، كان عملية استئصال المرارة الإجراء الطبي الأكثر شيوعاً في غرفة العمليات. إحدى الدراسات المتعلقة بالمرارة نتابعوها مع بعض في هذا التقرير. قد يكون اتباع نظام غذائي عشوائي لمن يعانون من حصوات المرارة أمراً محفوفاً بالمخاطر، وقد كشفت دراسة أجريت مؤخراً أن الصيام يمكن أن يؤثر على مرضى حصوات المرارة ويتسبب لهم في زيادة عدد الحصوات على المرارة إن لم ينتبهوا إلى نظامهم الغذائي.
وأفادت دراسة بريطانية أجريت مؤخراً أن الصيام وفقدان الوزن يمكن أن يؤدي إلى تطوير المزيد من حصوات المرارة، مما يجعل المشكلة أسوأ. وقد أكد الباحثون المشرفون على الدراسة أن الحصوات المرارية ترتبط بزيادة الوزن، لذلك قد يكون العديد من المصابين بالحصوات المرارية يضرون بأجسادهم ويعانون من عدد الحصوات المرارية عندما يصومون لعدد ساعات طويلة عن الطعام والشراب. وعادة ما تتكون حصوات المرارة، وهي أكثر شيوعاً لدى النساء فوق سن 40 أو مرضى الكوليسترول الزائد، وقد ترتبط مع مرضى السكري من النوع الثاني والعلاج بالهرمونات البديلة. وأكدت نتائج الدراسة أنه ما يقرب من 8 من كل 10 أشخاص لديهم حصوات على المرارة، ولكن لا يعلمون بأمرها. وتابع الباحثون أنه يجب تجنب أنظمة إنقاص الوزن المثيرة للغاية، مثل جراحة علاج البدانة، أو اتباع الوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية التي تنطوي على بدائل الوجبات، والصيام لأكثر من 12 ساعة بالنسبة لمرضى الحصوات المرارية. إلا أن الباحثين أكدوا أن اتباع نظام غذائي قليل الدسم ويحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات المكررة مثل المعكرونة البيضاء، يمكن أن يساعد في التخلص من حصوات المرارة لدى الثلث الذين يعانون منها مع المشي اليومي لمدة 30 دقيقة. وللكشف المبكر عن مشكلة المرارة، بالإمكان الانتباه إلى لون البول الذي قد يكون أحد المؤشرات التي يسهل مراقبتها. فالمحافظة على لون فاتح للبول قد يكون دليلاً على أنكم تشربون الكمية الكافية من المياه وبعيدين كل البعد عن خطر الجفاف. وكلما كان لون البول أكثر قتامة وأكثر تركيزاً، كلما كنتم أكثر عرضة لخطر أكبر. ولكن من الطبيعي عادة أن يكون لون البول غامقاً صباحاً، لأنه يحوي تركيزاً أكبر من الفضلات التي أنتجها الجسم أثناء فترة النوم. مشاهدينا، لو حبينا نبحث شوية في التاريخ، فأمراض المرارة أثرت على البشر منذ العصور القديمة، بحيث وجدت حصوات صفروية في مومياء أمير الطيبة واللي تعود إلى عام 1500 قبل الميلاد. ويعتقد بعض المؤرخين أن موت الإسكندر الأكبر قد يرتبط مع التهاب حاد في المرارة، ولوحظ وجود المرارة منذ القرن الخامس، ولكن وظيفة وأمراض المرارة وثقت مؤخراً خاصة في القرنين الأخيرين. يبدو أن الأوصاف الأولى للحصوات الصفراوية كانت في عصر النهضة، وذلك ربما بسبب انخفاض معدل حدوث الحصوات الصفراوية في العصور السابقة، بسبب اتباع النظام الغذائي المحتوي على مزيد من الحبوب والخضروات وكمية أقل من اللحوم. وبهيك مشاهدينا نكون وصلنا معاكم اليوم لختام حلقة برنامجنا من برنامج صحتك علينا، واللي تكلمنا في هذه الحلقة عن مشاكل المرارة والأمراض اللي ممكن تصيب الصائم، وكيف الصائم في شهر رمضان واللي مريض بالمرارة يتعامل مع الصيام وينظم وجباته. وأيضاً استعرضنا لكم دراسة علمية كانت بخصوص المرارة وأمراضها وعمليات الاستئصال. أكيد استنونا بكرة في نفس الموعد وحلقة جديدة من برنامج صحتك علينا. دمتم في حفظ الله.